كملت لي برجر ها هما غادي نغطيهم مازال يرتاحوا واحد 10 دقائق قبل ما ندخلهم يطيبوا. وفي هذا الاثناء غادي ندوز باش نطيب الكشوات ديالي. غادي ناخذ مقله زيت الروميه غنديرها كثيره للدجاج لان كيبغي الزيت وغير شويه الكفته شي بزاف. ندوز الكفته نصايب خبيزات صغار تقريبا في التقدة ديال لي برجر. ما نساوش ان الكفته ملي كطيب كتجمع. كملوا نفس العمليه تنسالي الكفته كامله. سالينا الكويرات اللي غادي نحتاجو الزيت هي سخنات اللي غادي نقلي فيها الكفته. دابا ندوز الدجاج وغادي ناخذ شرائح ديال الدجاج اللي وجدت. اول حاجه في الطحين بحال هكذا، ثاني حاجه في البيض، ومن بعد لا شابلو. بحال هكذا شرائح شريحه الدجاج ديالي كتكون بحال هكا. نحيد الكفته لانها طابت. نحتفظ بالكفته ديالي تنبغي نعمر لي برجر. الزيت ديالي سخنات غنبدا نقلي شرائح ديال الدجاج. الدجاج ديالي طاب بطريقه سهله وما كتاخذش الوقت بزاف وكتجي لذيذه. تقدروا تعمروا بها لي ساندويتش اي حاجه ماشي غير البرجر. اللي بغى يطيبوا في الفران يقدر يطيبوا في الفران نفس الطريقه، يرشوا غير بشويه ديال الزيت ويدخلوا الفران يطيب. لي برجر ديالي خمروا واجدين باش يدخلوا يطيبوا في الفران. غادي نحتاج صفر البيض. غادي ندهن لي برجر ديالي بصفر البيض باش يجوني محمرين. بحال هكذا وغادي نزينو فلوكون دافوان الزنجلان و لي غران دو بوف. كملو هكذا وندخلوهم الفران لي ديجا سخناه على درجة حرارة 180 حتى يتنفخو ويطيب. البرجر ديالي ها هما وجدوا طابوا وتحمروا. غادي ندوز دابا المرحله النهائيه اللي هي التعمار. غادي نحلهم على جوج كيجيو رطبين ومشاشين كيف ما كتشوفوا بحال بونج. ندوز نحل البرجر ونعمر الاولى بالكفته. الكفته كتمشي معاها لاصوص اللي درنا بالمايونيز والكاتشوب بحال هكذا. ناخذ واحد طريف د الخس اللي غسلنا نحطو فوق لاصوص والكفيته. نقطع مطيشه ونطيل نحطها فوق الكفته. واخر حاجه هي فرماج ديال ساندويتش. غادي نديرها فوق مطيشة نغطي البرجر ديالي وندوز للحشوة الثانية. غادي ندهنها بليكرازي دافوكا لي صوبنا طريف ديال الدجاج اللي قلينا بحال هكدا والفرماج ونسدو البرجر ديال لافوكا والدجاج. كملوا نفس العمليه تنسالي الحشوه اللي عندك. البرجر ديالي ها هما وجدوا بالكفته وبالدجاج